بتمنى تكوني قاعدة عاقلة بالمخيم وما تعملي مشاكل مثل العادة. أكيد لا بابا، ولازم تعرف إني صرت أفضل بنت بالعالم كله، وكمان شاركت بمسرحية هون وكانت كتير ناجحة. كان دور أبي بالمسرحية كتير حلو، بيطير العقل لدرجة إني تمنيت لو كانت عن جد. تخيل إني تمنيت لو كان هو أبي عن جد. زعلت؟ كانت مسحة باردة معك، لأنه بالنسبة إلي وبالحقيقة أنت أفضل أب بالعالم كله. أوكي باي بابا، تصبح على خير. وانت بخير. انت هون؟ دورت عليكي بكل مكان وما كنت لاقيكي ابدا. انا كنت بابا اسمع، بدي اقول لك شغله، بتعرف انك افضل اب بالعالم كله؟ فيني انا كمان اقول شيء؟ وانت كمان احسن بنت بالعالم كله. واضح انك افضل ام بالعالم كمان. انا ليش هيك واقفه بعيد عنا؟ قربي، لازم نقرب المسافة بين الأم والبنت. يلا قربي يا روح قلبي بنتي. يا هلا شو قلتي؟ ليش عم تسبي بنتي وتعيط عليها؟ وهي عم تعانيني، قرصتني من بطني. قرصتك قرصة صغيرة، ما قطعت لك راسي. الأولاد بيعبروا عن حبهم للشخص بطريقة غريبة، وهالشي ما بيعني إنك تسبيها. بترجاك تسامحني كوكي سينغ. اعملي حالك واطلعي لبرا فورا، ما تفرجيني وجهك مرة تانية هون. لا حبيبي بليز. خلص بقى اطلعي من وجهي، اطلعي. شو ليش عم تبكي؟ شو صار معك؟ شو القصة قولي؟ مو انت قلت لي صح الوردة الدبلانة؟ لقيت حالي مرفوضة مو بس من الأب وبنت كمان. ما رح تصدق قديش كان كوكي سينغ سيء معي، قال إنه بعد بده يشوف الشي مرة تانية بحياته. ايه معلش، عم تبكي من شان هيك قصة صغيرة؟ وانا عندي الى الحل طبعا. انا برأيي جيبي منديل او برقع غطي وجهك فيه طول الوقت، وهيك ما عاد حدا يشوف. هلا انت عم تتسلى وانا عموت من قهري؟ ما انتي على الحالتين رح تموتي، خليها تكون هلا. كيف؟ شو؟ ايه يعني قصدي عم قول انه في ألم كبير جوات قلبك قاعد ومتمرس، طالعي لبرا هلا وخلصي منه، وهيك بتريحي حالك يعني، وهيك ممكن توصلي لكوكي سينغ بسهولة، وهو كمان رح يتفهم القوة تبعك. اي بس كيف بدي طالع الحزن؟ هذا الشي سهل كتير، اكتبي، العشاء على طول بيكتبوا رسائل لبعضهم، وانت اكتبي كمان. رسالة؟ وكيف الرسالة رح تساعدني؟ حاجة تضيعي وقت وتسألي، يلا هلا قعدي اكتبي. طيب اللي شو لازم اكتب؟ اكتبي اول شي عزيزي الحبيب. طيب شو رأيك بدل ما اكتب عزيزي الحبيب اكتب حبيبي كوكي سينغ؟ شو رأيك مو احسن؟ ابدا، هاي الغلطة يلي بيغلطوها كل النسوان، هيك شي بيصير بالقصور الملكية وناس ما بتعرف بعضها منيح، بس نحنا هون ما نو معقول زوجة نادي لزوجة باسمه بالرسالة. معك حق، منيح يلي سألتك انا. اكتبي. ايه عزيزي الحبيب. عزيزي الحبيب. يخرب بيتك، كيف اجتك هاي الفكرة؟ لما بام بتقرر تعمل خدعة ما حدا فيه يوقف قدامها. نروح؟ يلا. ايه منروح، بس ما بظن انه يلي رح نعمله هو الصح. بتوقع انك ما فهمتي لسه المثل شو بيقول. بتعرفي بيقول كل شي بالحب وبالحرب بيكون مباح، وانتي رفيتي لازم تربحي. يلا بس اسمعي بام. امشي يلا خلصي. انتظري لحظتك، انتظري. رسالة من لوفلي وتحت المخدة؟ قلت لك
شو لازم تعمل؟ اليوم بتاكل علبة الحلو هي وبكره بتروح معنا مشوار وهيك بتحرقهم. يلا بابا قدم له الحلويات لشوف. هاي العلبة خصوصي للغاليين. حلو. كنا مارين قبل شوي بجنب محل الحلويات وتذكرت انك بتحب من الحلو هذا النوع، قلت لحالي بشتري لك منه شوي على طريقي. بتعرفي انت خليتيني شم الريحة، بس انا ما رح اكلهم. انا من اليوم بلشت برجيم قاسي، معلش بدكم تعذروني ما رح انزعوا. اعتبر انه هي وجبة من الوجبات هي اللي رح تاكلها. ما رح تتمشى معنا بكره، خلص كلهم. لك يلا كول كتير طيبين. أنا اللي بعرف قديش هون طيبين كتير. وبما أنه أنتوا يلي جبتوهن رح يصيروا أطيب وأطيب. إيه سيد باندي اقعد اقعد وكول براحتك. إيه معك حق، ليش واقف أنا؟ كوكي سينج. يا ربي بدي حاكيك. إيه تفضلي. إيه قلي كيف كانت الرسالة اللي كتبت لك ياها مبارح بخصوص مشاعري تجاهك؟ أنو رسالة؟ كتير سيئة فظيعة، مثل كأنه ما بتعرفي تكتبي. كانت كتير الكتابة فيها سيئة وكانت مليانة أخطاء. يا الله يا ربي. ايه ما بصير تغشي لبابا، كله أخطاء إملائية. بس يا بنت أسفة كتير. انتي ما تقلقي، خلص أنا خبرت جده كل شي عني. خبرتي جدك؟ انتي قصدك السيد تريبو فاندار جدك؟ ها ايه خبرته كل شي، قلت له قديشك سيئة وإنك وحدة طالعة ريحتها. بابا خلينا نروح، الريحة كتير بشعة. بس يا بنتي امشي امشي. طيب بسيطة. صحتين وهنا. على قلبك، بتحبي الحلو؟ خلي عندك حياة، شو عم تقول؟ شو بدي أقول يعني؟ أنا عم سلم عليها بكتير من الود شبك. شوفي اسألي المدام إذا بدك. أنت حسابك بعدين. بس بالأول أنت جاوب على سؤالي. يعني أنت ما تذكرت مرض ابنك؟ نسيت كل شيء وقاعد عم تتصرف مثل الأولاد الصغار؟ بس أنت ليش عم تدخلي ابننا بكل شغلة؟ أيوة. أنت عم تغازل حماة ابنك وبدك يعني اسكت؟ وما بدك حتى أذكر هالشي؟ ماشي. أنا ما دخلني. اعملي اللي بدك اياه. اسمعيني لو، شو قلتي؟ انا عم بتغازل مع حمات ابني؟ شو هالقصه هي؟ ما فهمت شو المشكله مع المدام نيلو. اليوم بهدلت زوجها بكل بساطه قدامي. لا ومو بس هيك، قالت لي انت بعدين حسابك. يا ترى شو القصه اللي صايره؟ مدام لوفري؟ انتي كتبتي هالرسالة؟ ايه انتي كيف بتتجرأي تعملي علاقة غرامية مع ابو لصهرك؟ قصدك انه انا عندي علاقة مع زوجك؟ انتي كيف ممكن تفكري بهيك شغلة عني؟ انا ما فكرت بهيك شي. الرسالة هي اللي بتقول السيدة تريبو فانتاس بعامله مثل أخي، وإذا أنت عم تفكري هيك أنا رح أربط حالي وأقعد على طول بالغرفة تبعي. عن جد؟ وهالرسالة؟ أنا كتبت هاي الرسالة لكوكي سينج لعبر له عن حبي. لكوكي سينج؟ إيه. معناتها كيف وصلت الرسالة لغرفتنا وتحت مخدة جوزي؟ كيف؟ الرسالة كانت بغرفتك؟ إيه نعم. عم أقول لك الحقيقة وحياة لولو على الغالي، أنا كتبت هاي الرسالة لكوكي سينج مبارح. أنا بدي إياه يكون زوج لإلي. شو قلتي؟ بس كوكي سينج بعده صغير. حتى أنا بعدني صغيرة، وبتعرفي كمان إنه يعني أنا مريضة وأيامي معدودة، وبدي كوكي سينج يكون معي بآخر أيامي. يعني إنه كوكي سينج بحبك؟ إيه، كوكي سينج بحبني، وكمان أنا وياه اتفقنا إنه نتزوج بعد فترة. اتفقتوا تتزوجوا؟ بس ليش؟ لأني بدي موت وأنا متزوجة. استنى. ما
شو القصة؟ أنت زعلان مني؟ إيه. أنا آسفة، ما كان لازم شك فيك بهالعمر، بس كل إنسان بيخطئ. بهذا العمر؟ وشو المشكلة بهذا العمر؟ أنا زعلان منك بس لأنك ربطتيني بهي المرأة اللي اسمها الست لوفلي، حمات ابني، فهمتي علي؟ على الأقل كنت اختاري لي وحدة قدر اتصبح بوشها الحلو ونعومتها وبراءتها. بس احترم سنك. لا بدي كمل، أنا بدي وحدة مثلك، هذا إذا قدرتي تلاقي. ما بظن في مرة مثلك، لأنه أنت مستحيل تتكرري. شو هالحكي؟ عم أحكي عن جد، وين بدي لاقي أحلم منك؟ هدي لي حالك، مو وقتها هلأ. بدل ما تتحكمي بجوزك طول الوقت، ليش ما بتتحكمي بغير قصة؟ ما بقى عم بفهم شي بصراحة، حاسس حالي أعمى وبأحسن الأحوال أطرش بالزفة، وهذا الشاب كوكي اللي محيرني فيه أكتر من شواربه الخفاف وصوته البناتي، إني بحس إنه بيعرف عنا كتير شغلات ما بعرفها. مرحبا، شو قاعد عم تدعي؟ شكرا على اهتمامك. هالشي بيساعد توشار انه يشفى بسرعة. ايه معك حق، الشفاء بإيد رب العالمين وحده. انا متأكد انه صلاتك مقبولة، وبعون الله وبعونك توشار رح يتعافى. كيف فيني اشكرك على وقفتك معنا؟ انا ما بدي شكر على واجبي، والله ما بدي ضيع تعبك. يا رب، من لما صار هالحادث مع توشار وانا فيك تقول مثل الجاجة المضروبة على راسه، صارت كتير امور، أمور ما كنت بتخيلها كتير شوشتني، وحاسس إنه صار بدي معجزة أطلع منها. لهالدرجة؟ المشكلة إنه كل شي فاجئنا، يعني أول شغلة زواج لولو من توشار، وبعدين السرقة، ومن فترة لقينا شغلة زعجتنا، صورة لولو متصورة مع شخص تاني ما بنعرفه. خلاص ما بقى بدي تفتحي هالموضوع، أما على أساس أحسن لو بتعرف شو عملت. بسببها مرتي كانت رح تخسر ثقتها فيني وتعملنا مشكلة ما إلى آخر. اللي مخوفني شي واحد، زواج توشار مو مريحني. بتمنى ما يندم، مو ناقصنا مشاكل لسه. ما بعرف ليش استعجل كتير بقرار زواجه من هاي البنت، كان لازم ياخد رأينا. أنا بحط الحق كله على كأب. ما بعرف كيف زل لساني وذكرت اسمه بهالبيت، ما حدا غيره وصل ابني لهالحالة هي. أنا متأكدة إنه كره السيد ريبو فانداس رح ينتهي، واللي متأكدة منه أكتر إنه الحقيقة رح تبين، ولولو أمه ما رح يبقوا هون، بس هذا كله بيتعلق بإمتى توشار رح يصحى. آسفة ما انتبهت لك. أنا بعرف منيح شو اللي عم تفكر فيه هلأ. شو؟ يا سيدي أنت أكيد عم تفكر بالبنت اللي بتحبها، كشفتك ما؟ بصراحة أنت حطيت ايدك على الوجه. الحب يا ابني ما نعيب، بس بحب قلك اني بعرف الحقيقة. عن شو قصدك؟ قصدي واضح، انت بتحب توشار، فشو رأيك بهالذكاء؟ ايه عن جد انك ذكي. لكن انا بالثانوية العامة جبت المعدل التام الا كم علامة، بتصدق هالشي؟ اقل بقديه. هلأ مانا كتير شغلة مهمة، بس انت شخص حباب والواضح انك بتحب قرايبينك. حباه؟ ايه طبعا، وبالعلامة انت عم تساعدنا وما عم تقصر معنا. يعني بس يا ريت ما تفكر اني فعلا حاطت حدا ببالي. شو قصدك؟ انت ما عم تفكر تتجوز لوفلي يعني؟ مستحيل، هي بتطلع من جيل امي، شو اللي خلاك تفكر هيك؟ بعدين الزواج المثلي لسه ما درج عنا، شو نسيت اني بنت؟ كيف يعني انت بنت؟ قصدي لو انا كنت بنت وهي اخر شاب بهالدنيا فمستحيل اقبل فيها. كلامك صحيح، وأنا كمان مستحيل أقبل فيها. بعدين مثل ما بتعرف أنا عندي بنت صغيرة، مو منيح أني جيب لها مرت أب تربيها. خليك هيك أحسن،
رح أقول لك سر. لهلأ ما قدرت إني أفهم المدام لوفلي. أوقاتاً بحس إنه ما عنده مخ أبداً. فيك توضح لي أكتر شو قصدك؟ بابا ليش عم تبكي؟ شو بكي؟ لأنه أما ضربوني كتير وجعوني. ليش ضربوني؟ إذا بتعيديها مرة تانية وبتلمسي مكياجي إيدك رح أكسرها. طولي بالك، ما بيصير تضربي طفلة مشان المكياج. خلص بعدين لا تنسي هدول ضيوف عنا. شو صاير حبيبتي؟ اسمعي لولو، باري ضيفة عندي مثل مثل أبوها ومثل أمك كمان، وأنا ما بسمح إنه ضيفي ينهان شو ما كان السبب. بس نحن كم بعد إذنك مدام الموضوع انتهى من هون ورايح الغلط ممنوع. بس حبيبتي فوتي خلينا نحكي جوا، مو حلوة هون. ماما خلينا ننفذ بريشنا ونهرب من هون باللي معنا قبل ما تقع الفاس بالراس. إيه؟ هو هذا الشيء اللي رح نعمله، بس انت طولي لي بالك شي يومين على القليله. رح نهرب بس بعد ما ناخد اللي اجينا مشانه، فهمتي؟ الو كارونيش، لوفلي عم تحكي معك. اسمع لاقي لي شرب بسرعه. حبيبي انا ما بفهم بكل هذا الحكي، في مبلغ اتفقنا عليه انا وياك، تعطيني هذا المبلغ وخلصنا. بعرف شو سعر السوق بس هذا ما بيهمني، مو مشكلتي. ها لا تلعب معي، انت مستفيد ولو بعد بتراب المصاري، لا تعملي فيها ملاك هلا ماشي اوكي؟ ماما لا تعذبي حالك ماما. شكرا. مرحبا اختي. اهلين. وين كنتي؟ تاخرتي كثير، نطرناكي على العشاء بس حضرتك ما شرفتي وتاخرتي، متنا من الجوع ونحن عم نستناكي. صحتين وعافية. لو بتعرفي شو روحتي عليكي، امي اليوم طبخت اكلة كتير بتحبيها، بس شلنا حصتك. بالله منيح اللي ما اكلت برا. جيا قولي لاختك الافضل نرجع محل ما كنا، على القليلة هنيك كنا مستورين والناس ما بتحكي علينا، اما العناد لسه رح يجيب اخرتنا. بس ماما نحن اتفقنا نعطيها شهر مهلة لحتى ترتب امورها، مو لتزيد الطين بلة. على كل حال شهره بيخلص. ماما ليش مصرة انك تفتحي هالسيرة دائما؟ انا متأكدة انه كل شي رح يطلع غير ما كنتي متصورة وبكرة بتشوفي. بتمنى يكون كلامك صحيح. ماما بكفي حكي بهالموضوع ولا تعبنا. لا تزعلي، صح بتحكي بس قلبها كتير طيب، ما بده مين يقلك عنا. ماني زعلانة، لكن لروح حطلك عشا وبحشتك، أنا هيك بكسب عشا تاني، صفقة منيحة كتير. يا ربي مالي غيرك، أنت وحدك اللي بتعرف وجعي، ساعدني يا رب ورجع لي توشار لصحته وعافيته، ولحتى رجع صورتي، ولحتى بين للكل اني ما عملت شي غلط. توشار هو الوحيد يلي ممكن يساعدني. يا ربي ساعد توشار ليرجع لوعيه، هذا كل اللي بدي اياه منك. دخيلك يا رب ساعد توشار وخليه يرجع يوقف على رجلي. يا رب دخيلك، انت الوحيد القادر انك تساعده. ماما هلا انت عن جد متأكدة انه فينا نبيع شركة شمتكار بمساعدة هالورقة بس؟ شو شايفة صرت تسألي؟ ماما ما تنسي انه التوكيل مزيف. لا تخافي ما رح انسى، لما قعدتي على كرسي توشار ودرتي الشركة ما حدا شك فيكي، حتى أمه وأبوه، لهيك حطي رجليكي وإيديكي بمي باردة وخليني خلص شغلي.
بس يا ماما لساتني خايفة، انتي متأكدة انه ما حدا حيشك فينا؟ لبين ما يشكوا فينا بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، ومنكون صرنا بمكان بعيد، وساعتها خليهم يبلطوا البحر. هوليود عم تنتظرني؟ رح انتج فيلم على حسابي الخاص وكون انا البطلة فيه وبراد بيت البطل. ايه بس حطي ببالك شغلة انه رح يقبضوا عليكي بعد العرض الاول. ماما ما بتشوفي مسلسلات؟ أول ما نترك البلد رح نعمل تجميل ونغير أشكالنا. وأنا شو بعمل بحالي حبيبتي؟ أنا كمان بحب جورج كلوني ورح أعمل فيلم معه. تكرمي.